كلف الأمين العام للأفلان والعباس وزير المالية الأسبق محمد جلاب باسترجاع أموال الأفلان التي تم نهبها. في تلاعبات على أملاك الأفلان، لما تشوف أمين قسمة ما بقاش أمين قسمة، سكن في القسمة ونص على القسمة كرها لولده ولا أخته ولا، يعني هذه الحالات تعالج مع العدالة مع الأسف الشديد. ولكن احنا عينت كرئيس اللجنة المالية للجنة المركزية وزير سابق سي جلاب اللي كان وزير المالية، يعني هو اللي راه الآن مسؤول على كل ما يتعلق بالأموال نتاع جبهة التحرير الوطني. دكتور جلاب تعرفه وزير المالية السابق، عنده كل الصلاحيات وعنده يعني الكفء باش يحلنا هذه المشاكل.